السلام عليكم يا مس، وأسمع لكم عن الإنجليش. يلا، إيش يعني فأس يا حمزة؟ فأس يعني أكس. إيش يعني ذراع؟ أرم. إيش يعني تفاحة؟ أبل. إيش يعني قبعة؟ قبعة يعني حاس. إيش يعني مسمار؟ مسمار يعني نعل. إيش يعني عصفور؟ عصفور يعني بيض. إيش يعني دب؟ دب يعني بيض. إيش يعني صندوق؟ صندوق يعني بوكس. إيش يعني جرس؟ جرس يعني بل. إيش يعني كتاب؟ كتاب يعني بوك. إيش يعني بقرة؟ بقرة يعني كاو. إيش يعني فنجان؟ فنجان يعني كاو. إيش يعني سيارة؟ سيارة يعني كاو. إيش يعني جمل؟ جمل يعني كمل. إيش يعني جوز؟ جوز يعني عصير. إيش يعني فستان؟ فستان يعني درس. إيش يعني كلب؟ كلب يعني كلب دوج. إيش يعني دمية؟ دمية يعني دول. إيش يعني حمامة؟ بوبي. إيش يعني فيل؟ فيل يعني إلفة. إيش يعني نسر؟ نسر يعني إيجل. إيش يعني عين؟ عين يعني آر. إيش يعني بايت؟ إيش يعني حمار وحشي؟ حمار وحشي يعني زبرة. إيش يعني ضفدع؟ ضفدع يعني شوك. إيش يعني سمكة؟ سمكة يعني فش. إيش يعني ثعلب؟ ثعلب يعني فوكس. إيش يعني هدية؟ هدية يعني جفت.